بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دود سبورت، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وهو ملعب الدود سبورت. حلقة اليوم بنتكلم فيها على تفاصيل والضجة اللي حصلة من الأمس وخبر تجديد زيزو والشروط، ثم تصريح غريب جدا جدا من كابتن احمد سليمان ملك اللقطه. قبل ما نخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم اخواتنا في غزه وفلسطين يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم، ودعوتكم بالرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الأول يا جماعة على موضوع إمام عاشور والحكم الغيابي اللي نفذ عليه، غيابي اللي نفذ عليه، وهو المحامي علي فايز المحامي فرد الأمن الشيخ زايد. وطبعا كان فيه براءة وكان فيه وفيه طبعا، لكن بنتكلم النهاردة على بعض التفاصيل على حتة إمام عاشور وبعض الشماتة اللي طلع من امبارح حتى الآن على حتة إمام عاشور، بعد ما كان فيه ردود فعل من بعض الناس على دونجا وعبد الواحد ومصطفى شلبي رد هذا الموقف في حتة إمام عاشور. لكن إن شاء الله بإذن الله تعدي بسلام، تعدي بكل أمان بحبس ست شهور. لكن انا بقول لك الكلام ده مش هيحصل داخل النادي الاهلي وبالاخص مع امام عاشور، علشان النادي الاهلي نادي كبير بيعرف يخاف على لعيبته كويس. في نفس الوقت كابتن احمد شوبير هيستضيفه في حلقه اليوم، وانا باكد لك هذا الكلام ان الراجل ازاي محبوس، والراجل النهارده طالع في بعض الصفح اللي بيتكلم عليها في حلقه اليوم، وطالع النهارده مع كابتن احمد شوبير. والنادي الاهلي بقياده الشؤون القانونيه والمستشار القانوني محمد عثمان المستشار النادي الاهلي، وبالفعل استئناف على حكم علشان يوقف التنفيذ. لكن النهارده لما نيجي نتكلم ونجيبها بالبلدي او بنجيبها على بلاطه، لما يجي الولد يتشبرق شويه من حته امام عاشور مفيش مشكله، لكن نلم الموضوع، والموضوع هيتلم وبالفعل هيتلم لما يكون له من 2 ل 2 مليون او من مليون ل 2 مليون للولد، هيكون زي ما حصل قبل كده مع الفنان عمرو دياب لما لطش الولد بالقلم وخد منه 2 مليون جنيه. وبالفعل هو ده اللي حصل وهيحصل، وفي الوقت الحالي بيتكلم الاستاذ علي فايز علشان يرد اعتبار هذا الفرد في جهه عمله وهو امن الشيخ زايد. لكن النادي الاهلي هيستأنف والامور هتتلم، لكن حته حبس امام عاشور ما حصلتش ولا هتحصل علشان اي ورقه صغيره هتكون، لكن القانون في فوق اي حد. وانا بقول لك هذا الكلام وعلى مسؤوليتي بتكلم في هذا الحق المتداول في هذا القانون في اللحظه اللي احنا بنتكلم عليها. امام عاشور لن يكون محبوس، علشان النهارده هيكون مع كابتن احمد شوبير في حلقه اليوم، وانا باكد لك هذا المعلومه، والموضوع ان شاء الله باذن الله يتلم على خير ويمر بسلام. تصريحات كابتن احمد سليمان، تصريحات الامس بصراحه انا مش عارف كابتن احمد سليمان عايز ايه، ياخد اللقطه ويمسك الحديده؟ لا مش عاجبه. تصريحاته غريبه جدا في حلقه الامس مع الاستاذ مهيب عبد الهادي، بيتكلم في كل التصريحات المهمه الظريفه الجميله اللذيذه اللي احنا لو عملنا الدنيا طحينه، لو قلبنا وعملنا البحر طحينه، مش هنيجي جنب النادي الاهلي في اي شيء بما يرضي الله. ليه عم دودي؟ قال لك تصريحات كابتن احمد سليمان، قال لك لو امكانيات نادي الزمالك في الوقت الحالي امكانياتنا زي النادي الاهلي احنا ناخد كاس العالم. ايه كاس العالم ازاي؟ وبتتكلم بصفه ايه؟ وبالنيابه عن ايه؟ والتصريح اللي بتتكلم عليها بتقول ايه؟ بخصوصيات ايه؟ انك انت بتتكلم تكون زي النادي الاهلي في كل الامكانيات، استحاله. النادي الاهلي خزنته مليانه بكل الاتجاهات اللي نتكلم عليها في حلقه اليوم، وباكد لك هذا المعلومه ان كابتن احمد سليمان ملك اللقطه، ملك الحوارات والاحتجاجات والحاجات اللي زي دي، علشان
طبعا نادي الزمالك بيبدا يقع في التصريحات اللي زي كابتن احمد سليمان، تصريحات غريبه جدا، مش عارف مين يطلع مين يسوي مين يهري مين كل الكلام ده، وتصريحات غريبه جدا في حلقه الامس مع كابتن مهيب عبد الهادي بيقول لك الامكانيات لو عندنا هناخد كاس العالم وربنا يستر من كابتن احمد سليمان. تجديد زيزو بشروط نادي الزمالك واللاعب ما عندوش اي مانع ان يصل عقده الى 40 مليون جنيه بعد ما كان بيتكلم في 100 مليون و 80 مليون و 90 مليون و 120 مليون وحاجات كده غريبه بنسمعها. طبعا مجلس الاداره باجتماع بعد انسحاب كابتن ممدوح عباس من هذا القرار بالنسبه لزيزو وبعد عشق الجماهير من جماهير نادي الزمالك لزيزو، الامور اتغيرت تماما وزيزو ما عندوش اي مانع ان يجدد مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، حتى لو اقصى شيء مجلس الاداره حط البند بتاعه الى يصل الى 40 مليون جنيه، وبالفعل زيزو سيوقع بمقابل 40 مليون جنيه من مجلس الاداره والقرار الجميل اللي قدر ياخده بينه وبين نادي الزمالك بالنسبه لزيزو باذن الله. وبس بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم، قبل ما افهم معاكم يا ريت نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدوتي سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقولش دلوقتي تبقى تشجيع عندنا بنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.